لكم السؤال واخد اجاباتكم بكره، لانه شايف الاجابات ايه. الناس داخله يعني قايله رايها واضح جدا جدا، وناس بدات تبعت لي فيديوهات، ناس جاهزه فيديوهات بداوا يبعتوها لي دلوقتي. رحب بضيفين الكريمين الاستاذ محمود نفادي، تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بيك. استاذ احمد جلال عيسى، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ حضرت النهارده لقاء دكتور علاء عبد العال مع الصحفيين. ايوه فندم. ايه اللي حصل؟ هو كان في من خط الصحفيين امبارح كانت طلعت قرار بتناشد الصحفيين البرلمانيين بوقف تغطيه الجلسات. ايوه. نهائيا لحين التحقيق في واقعه الاعتداء الواقعه اللي حصلت مع زميلنا محمد طارق من جنود الوطن. اه. فالدكتور علي عبد العال اجتمع بينا صباحا. ايوه. ويعني اوصل او اعتذر عن ما بدر من النائب. واوضح باهميه العمل البرلماني والدور اللي بيقوم به الصحفيين البرلمانيين في المجلس، خاصه بعد وقف البث الجلسات. فاصبح انها دلوقتي هو احنا الوحيدين اللي بنقدر ننقل اللي بيحصل جوه المجلس. أيوة. للقارئ والمواطن المصري. فالدكتور علي اهميه الدور، وهو لا يسمح ان اي نائب يعتدي على صحفي او ان يحصل اي اعتداء ما بينهم، وناشد نقابه الصحفيين ان هي تتوقف عن القرار اللي اخذته لحين الانتهاء من التحقيق. وبالفعل رجعنا شغلنا، ده كان قبل الجلسه الصباحيه، ورجعنا شغلنا وغطينا الجلسه النهارده واشتغلنا ومستنيين نتيجه التحقيق اللي هم المجلس بيقائم بيه مع النائب محمود خميس. استاذ محمود، وانت شيخ